نهايته الاخير والسلام. السلام عليكم إخوة الأخوات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله واحد الفيديو جديد للمدينة، لمدينة رائعة جدا، هي مدينة طنجة، طنجة عروس الشمال. اليوم إن شاء الله بغيت ندير لكم على واحد البلاصة ضروري الناس اللي جات لطنجة ضروري خصها تقوم بالزيارة، دايرة شي حاجة زوينة، شي حاجة تاريخية، وشي حاجة اللي حتى المنظر ديالها فيها رائع جدا، وحتى الإنسان اللي يجي مع العائلة ولا بوحده ما كاينش مشكل، كتستهوي السياح. مغارة شراغل كما كتشوفوا معايا الاخوان، انا واقف حداها، انا غندير لكم عليها فيديو ان شاء الله. بقوا معايا حتى الاخير والسلام. كما كتشوفوا الاخوان، هي الخريطه، وهذا هو الشرح ديال هذه المنطقه ديال مغاره هرقل. كما كتشوفوا فين كاينين محلات تجاريه، لاي حاجه كتعلق بالبلاصه كتلقاوها في هذا البالون. اخوان والاخوات، مكان رائع جدا، كنصحكم الناس اللي بغات تجي لطنجة، الناس المهاجرين ولا اللي داخل المغرب، يحاولوا يجي يشوفوا هذا المكان. الصراحه مكان زوين رائع جدا الصراحه، هذه المعلمه التاريخيه اللي كتكير فيها بزاف ديال الكلام، كيقولوا اساطير اليونانيه كان هرقل جا هنا وتزوج واحد السيده، كاين ولكن كيبقى سبحان الله، خالق ابداع الخالق ما شاء الله.
كيفاش شاف شي تحت الصخر والمنظر اللي جامع اكثر هو كيطل هاد المعلمه كيفاش كتشوف البحر وكيفاش البناء ديالو شي حاجه تبارك الله زوينه. بقاو معايا الاخوان حتى اخر الفيديو انا غادي ندير لكم الفيديو شوفوا الجزائر هذه اللي فريده منها. وبقاو معايا وانا غنمشي مازال نزيد قدام.